السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البيم اند ايربن بلاننج اند ديزاين. معكم عمر سليم، مؤسس بيم اربيا. طيب، ايه هو البيم؟ بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا ادير معلومات المشروع. بس النهاردة هنخصص، لو انا مش بتكلم على مبنى، لا بتكلم على ايربن بلاننج او منطقة كبيرة جدا، بتكلم على مدينة، بتكلم على مساحة واسعة. ودي حاجة مهمة جدا، لأن الناس بتعتقد إن البي أو البيلدينج مقصود بيها مبنى، لا مقصود بيها أي حاجة ممكن تتبني. يعني هنا بنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تتبني فوق الأرض وتحت الأرض، الإنفرا ستراكشر. طيب تعالى نشوف كده فيديو للفكرة. ده تعريف بيه البيم. الفكرة إن كل عنصر هنا بيبقى فيه كل المعلومات اللي أنا ممكن أحتاجها في إدارة المشروع. بيحصل إن أنا بقدر أوفر في الوقت وفي التكلفة، وفي نفس الوقت بقلل الإيرور اللي موجودة والشينج أوردر، وبقى فيه فهم أكتر للمشروع. تمام، دي مثلا منطقة اللوسيل في قطر جنب الدوحة على طول. دي كلها معمول لها اربن بلان من خلال البيم. ده جي اي اس. من الحاجات المهمة جدا ان احنا في موضوع البيم دوت هنربط بين البيم والجي اي اس. دول يعتبر حاجتين مختلفتين، بس احنا عشان نشتغل بيهم مظبوط لازم برامج الجي اي اس ندخل فيها العناصر بتاعة البيم ونبدأ نعمل ربط بينهم. ده ماكرو ستيشن، بروجكت وايز، اسيت وايز، نافيجيتور. مثلا بيبقى عندي المدينة بحط فيها كل المعلومات الخاصة بالميجا سولار، السمارت هاوس، عندي الاي في كار شيرنج، نظام سيستم اللي بيشغل السيارات، انت تاخد السيارة بتاعتك وتحطها في أي مكان وأي حد ياخدها، مش السيارة بتاعتك يعني، في سيارات كده بتاخدها من مكان لمكان انت اللي تسوقها، زي تاكسي بس انت اللي بتسوق لأماكن محددة وتركنها، وبمعروف مكانها فين من خلال الموبايل، تروح شايف أقرب عربية ليك وتاخدها وتسوقها. يبقى عندي نظام السمارت هاوس موجود، مالتي انرجي ستيشن وهكذا، انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم اي تي اس. طيب ده في احصائيه بتقول ان 6 مليار شخص، ده عدد الاشخاص اللي هيكونوا عايشين في الاربن اريا او في المدن الكبيره في 2050. ده مثلا صوره اعتقد من الصين بتورينا الزحام بيبقى عامل ازاي. فالموضوع صعب، محتاجين يبقى فيه تصميم كويس بحيث ان العايشين المليارات اللي عايشين دول يقدروا يكونوا مستمتعين في المدينة وما يكونوش متضايقين، لان ممكن الضغط الموجود يؤدي لحدوث جرائم او الناس تكون متضايقة. دي عدد الابحاث اللي بتنشر في الموضوع دوت. طيب تعالى بقى نشوف فيديو عن البيم والماستر بلان. زي ما انت شايف بسهولة جدا بنرسم الطرق. ده برنامج الانفرا ووركس، وده هتلاقيه مشروع بالتفصيل على قناة بيم اربيع على اليوتيوب. زي ما انت شايف بترسم خط، هو بيتحول لطريق وفي كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها من انارة، من منطقة زراعية مثلا في النص وهكذا. تقدر تضيف كوبري بشكل بسيط جدا. ده هي أضفنا نقل
تتحول للبريد الخبري. وكل سهولة مجرد بس تسحب كده يبدأ يخلي الطريق يرتفع أو ينزل في المنطقة دي. دي اللواة بتاعة الكوبري سهل تغير النوع بتاعها بسهولة. تقدر أي منطقة تخليها منطقة مثلا زراعية أو كده. زي ما شايف الموضوع بيتم بسهولة شديدة جدا. Building Information Modeling دي تقنية موجودة وانتشر كده إن أنت تحط كل المعلومات، وفي منها الجزء خاص بالأربن بلان، خاص بالمناطق الكبيرة، مش بالمملة. بيدخل معانا الكباري، بيدخل معانا الطرق، بيدخل معانا الحاجات دي كلها. في الطريقة العادية إن إحنا كنا بنعمل أنالوج، دلوقتي بقت ديجيتال. الأول كان كل حاجة جزيرة لوحديها أو سايلوس، لا دلوقتي في تعاون، في رياكتيف رد فعل، لا هنا بالنسبة للخطوات، في ايرور، لا هنا بنتوقع الايرور قبل ما يحصل، كان هنا ديسكونكت مش متصلين من بعض، دلوقتي بقى متصلين من بعض. 2D بيبر ورق بقى هنا 3D موديل. فالتطور الرهيب دوت لازم نكون شغالين فيه، ما نستناش ان هو يبقى اجبار علينا. ده الكات سوفت وير، كل ده موجود فيه. البيلدنج انفورميشن موديلنج، السي دي موديلنج، السيموليشن، تقدر تعمل سيموليشن للحريق، اللايت، للصوت، للفنتليشن، تهويه، للهيتنج، الحراره، للبيئه. تقدر تطلع اي سبيسيفيكيشن انت عايزها، تقدر تطلع الاسكادولات كلها، تقدر تعمل فاسيلتي مانجمنت من خلال الموديل بتاع البيم. فأصبح مرتبط ببعض، يعني من ضمن الحاجات إن كل حاجة مرتبطين كلهم ببعض، تمام؟ يعني في سيستم معمول اسمه زي فيلدر، ده من ضمن الأنظمة اللي بتعمل رابط بين الحاجات، يعني رابط بين الاستيميتنج، بين السكادوال، بالفور دي، بالكوردينيشن. وهتلاقي شرح زي فيلدر برضو على البيم أريبيا. بيم فور سستينابل سايت، يعني ممكن يكون في مدينة عايز تبقى صديقة للبيئة، فهو البيم يقدر يدخل كل المعلومات دي بحيث إن أنت تعملها أناليسيز وفيجواليزيشن ومينتيننس وأوبريشن. كل الكلام دوت ممكن يتم من خلال البيم. فبيبقى في موديلنج أند ديزاين، بيبقى في رؤية كويسة، في الكوردينيشن،
أصبح حاجة كويسة جدا. طيب لو أنا دلوقتي جيت على مدينة وعايز أبدأ أشتغل فيها شغل بيم، فمحتاج إن المعلومات بتاعت المدينة كلها تبقى معايا على الوضع الحالي، فبستخدم ليزر سكان وبستخدم درون اللي هي الطيارة ديت، بحيث إن أنا يبقى عندي معلومات دقيقة والدقة بتاعتي بتوصل يعني 0.1 من المليمتر، وتقدر تدخل الحاجات بالشكل دوت، يبقى عندك تفصيل للمدينة. فعلا اللي بيشتغل بالبيم ما بيقدرش يشتغل بالاسلوب الطبيعي. الجي اي اس ميزته ان هو متخصص في المناطق الواسعه جدا، ما يقدرش يشتغل في مبنى صغير، ففي نظام معلومات معينه وخصائص معينه جواه. فعندنا بقى حاجه اسمها سي اي ام اللي هي سيف انفورميشن موديلنج او مانجمنت، او بدل السي دي ممكن نقول انها سيفل او سيتي، الاثنين صح، موجودة في كتب كده وموجودة في كتب كده. فبيبقى عندك الإدارة للمدينة كلها بأسلوب سهل جدا، وكل المعلومات تكون مرتبطة ببعض. Civil Integrated Management CIM Civil Integrated Management دي تكنولوجيا بتأهلنا إن احنا نخلي المعلومات مرتبطة ببعض. فعندنا أدوات Modeling 2D و3D و4D و5D و6D و7D زي ما انت عايز، وعندنا داتا مانجمنت تولز ادوات بتقدر تدير المعلومات دي كلها، زي اسيت انفورميشن مانجمنت سيستم اداره المرافق وتشغيلها، عندنا جرافيكال انفورميشن سيستم، ديجيتال سيجنتشر، موبايل داتا ديفايس، بروجكت انفورميشن مانجمنت سيستم، وعندنا سنسور بحيث ادوات حساسه بحيث ان اي حاجه تحصل يبقى عندي معلومه ان في حاجه تحصل في نفس الوقت دوت، سواء بقى ال اي ليدر، وعندي مثلا الجي بي ار، وعندي الار تي اس والار اف اي دي، الشاشات الحمراء دي بحس باي حاجه يبدا ينبهني ليها. فاول حاجه بنلاقيها 2 دي ديزاين ديجيتال ديزاين تولز، وعندي 3 دي وال4 دي اللي هي الاداه الخاصه بالموديلنج وترافيك موديلنج اند سيموليشن تولز. واحنا بنصمم برضو عندنا ان احنا نرسم الطرق ونعمل سيموليشن بحيث نتاكد ان العربيات دي هتقدر تاخد الدوران ده ولا لا، وهكذا، او التقاطع ده هيبقى ماشي ازاي، او السرعه اللي تنفع هنا تبقى عامله ازاي، 60 كيلو 80 كيلو 100 كيلو هكذا. واثناء برضو التشغيل بيبقى عندي شاشات تقدر تقول لي ان الالتحام موجود فين، او في مثلا مشكله في المكان الفلاني فالناس تروح تحل المشكله ديت. الداتا مانجمنت عند ادوات زي البروجكت انفورميشن مانجمنت سيستم يقدر يدير المعلومات المتشاركه وقواعد البيانات اللي موجوده في المشروع. واس انفورميشن مانجمنت سيستم، خلي بالك ان كل دول كان سيستم مستقل بذاته، كان يعني فعلا مقفول، ما فيش اي طريق تواصل بينه وبين الانظمه الاخرى. دلوقتي خلاص اصبح كله بيتبادل المعلومات مع بقيه الاقسام الاخرى، وخصوصا البيم بيقدر يوصل بينهم بشكل قوي، والديجيتال سيجنتشر بحيث ان في توقيع الكتروني موجود، موبايل ديجيتال ديفايس، عندي ادوات زي سينسنج اللي هي الايربورن والموبايل تقدر تقول لي الموقع عامل ازاي، في برضه اجهزه بتقدر تاخدها وتبدا تعملها مانوال تشوف المسافات قد ايه، بس اصبح دلوقتي الليزر سكان اسرع واقوى. عندي بقى انظمه زي روبوتيكال توتال ستيشن ار تي اس والجي بي ار والار اف اي دي وريال تايم نتورك ار تي ان، كل الانظمه ديت سينسنج. السي اي ام تولز افكت ميني كونكشن بيقدر يقول في بيعصب حاجات كتير جدا، سيرفينج في الديزاين في الكونستراكشن في البروجكت مانجمنت والسايت مابنج، بنقدر نعمل سايت كل التفاصيل اللي موجودة فيه، مش لازم كل شوية أنزل الموقع. Environmental Process فالـ Digital City بيبقى عندك شاشة كمبيوتر كبيرة أو أكتر من شاشة، وتقدر تراقب. عندي مشكلة اللي هي الـ Big Data، كمية المعلومات الرهيبة دي، يعني بيبقى عندك معلومات كتيرة جدا بالمليارات كل ساعة، فأنت لازم تفلترها ولازم تكون متناسقة مع بعض. السمارت ووركينج، عندي الاي او تي اللي هي انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، بحيث ان كل حاجه عندك متوصله بالانترنت، الثلاجه متوصله بالانترنت، لو الاكل اللي هي تبعت
السوبر ماركت تبعتوا لي الحاجات الفلانية، والمطبخ يطبخ لك الحاجة على ما تروح البيت وهكذا. الكلام ده موجود فعلا في بعض البيوت. ده سمارت سيتي، يبقى لازم عندي سمارت باركينج، وذر سنسور ينبهني لأي حاجة، ديجيتال أساين، عندي سنسور للأصوات العالية، الووتر جاز ميتر يقدر يقيس، الترافيك لايت كنترول تقدر تتحكم في كل حاجة، والسولار. عندي سمارت انرجي، سمارت موبيلتي، سمارت ووتر، سمارت بابليك، سمارت بيلدينج، سمارت داتا سنتر. من خلال التابلت في أي مكان تقدر تعرف كل الشبكات اللي موجودة تحت الأرض، مش لازم تحفر غلط وتكسر ماسورة أو أي حاجة من الحاجات ديت. تقدر تحط تصور وتشوف شكل المبنى يبقى عامل ازاي من خلال الأوجمانتد رياليتي والفيرتشوال. ده جهاز ماشي، كل ما بمشي في أي شارع بيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بالشارع دوت، بحيث إن أنا أنقلها عندي على الكمبيوتر بدل ما أبنيها من أول وجديد. وطبعا مش هتتبني مظبوط 100%. انا بيبقى عندي كذا اوبشن وابدا اقارن بينهم واشوف التكلفه الافضل، ببدا اعمل اناليسيس دي المطر هيبقى ماشي ازاي. نبدا نعمل ديزاين، ونبدا نعمل نفس ورك، نبدا نشوف الحاجة هتتبني ازاي. بنضيف البعد الرابع للموديل اللي هو بعد الزمن. ده هنا بيركز على الانتقالات، GIS داتا هتجيب له كل المعلومات الخاصة بالمنطقة كلها. هنصمم بقى الطرق في برامج البيم، تقدر تشوف تصميمات. لو انت تخيل ان انت مثلا عملت التصميم ده وبنيته وقعدت سنة تبنيه وفي الاخر شفت انه غلط، لا انا بنعمل التصميم والبرنامج بيقول لي افضل واحد فيهم ايه اللي بيعمل زحمة. زحمة يا دنيا زحمة. فبتبدأ تحط العناصر اللي شايف تحتك، وتبدأ تقارن كل بتاعك المعلومات لحد ما يبقى عندك سيموليشن بالشكل الجميل دوت. فالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ديت، أولا تكلفتها
لا، اثبت التجارب ان خلال سنه بتستفاد بالحاجات دي وتقدر تحقق توفير. يعني ان انت مثلا تعمل لايت سمارت في المدن دي مش رفاهيه، بالعكس انها اوتوماتيك تطفي، يبقى في سنسور تطفي لو مفيش حد في الشارع مثلا. تمام، يعني انت ماشي وعندك طريق طويل، تمام، فايه اللي يخلي الطريق ده كله قايد بالليل؟ لا، المكان اللي انت فيه بس هو اللي يبقى منور مثلا لمدة مثلا 20 متر قدام. لو مثلا عربيات، الطريق ما فيهوش عربيات خالص، خلاص في سنسور معين ما يبقى الحاجة مطفية. لو في عربية ماشية ممكن تنور مثلا 100 متر قدام، 200 متر قدام، 500 متر قدام، حسب الدراسة اللي انت هتعملها. تمام، فبتوفر جامد جدا في اللايتنج. يعني تخيل كمية الإنارة اللي منورة بالليل وبالنهار، ومنورة في أماكن محدش فيها أصلا، فتقدر توفر وتتحكم فيها. ده جزء بسيط جدا اللي هو الإنارة، إنما في كل حاجة. الجي اي اس هتلاقي فيه المابس، الداتا اناليسيس، الابلكيشنز. هو حاجة قديمة فقوية جدا ومتطورة، لما بيحصل تواصل بينهم بالبيم بنستفاد حلوة جدا. تبدأ بقى تصمم المدن، لازم يكون عندك الخلفية النظرية. يعني مش شايف ان انت تتعلم البرامج فتشتغل، لا، لازم تكون عارف النظريات بتاع زمان. مثلا دي المدينة الدائرية، في مدن عربية كتير اتعملت بالنظام دوت، اللي هو نظام دائرة وفي قصر الحكم في النص، وبعد كده الحاجات الأساسية، وبعد كده مساكن الناس، ويبقى في سور في الآخر، زي مثلا مدينة بغداد وهكذا. في مدن مثلا بتبقى معمولة بالشكل دوت، سيكتور موديل. البيم داتا والجي اي اس داتا، ده هنا مختص بالمباني اكتر، هنا مختص على مستوى اعلى شويه. طبعا في حاجات في البيم بتبقى مخصوصه للمدن، يعني مش مختصه بالمباني بس هي الفكره كلها ان انت بترتبط بقى بالتكنولوجيا اللي موجوده في الجي اي اس وتستفاد منها. هنا بيبقى كلامنا اكتر على الوول، الفلور، الويندو، وبنتكلم برضو عن الرود والبيلدينج وكل الحاجات دي، بس يعني الجي اي اس بيبقى متخصص اكتر. يعني ده البيم داتا، ده الجي اي اس داتا. فانا عندي العالم اهو، عندي البلد، عندي المدن، عندي الموقع. بعد كده تبدا تدخل في الحاجات بتاعت البيم، الفاسيلتي، بيلدينج، انفراستراكشر، سيستم، سب سيستم، الرومز، وهكذا. فاحنا من قبل ما نبدأ بنبقى عارفين مثلا ايه العناصر اللي هتبقى موجودة في البرامج بتاعت الجي اس، وايه العناصر اللي هتبقى موجودة في برامج البيم، وازاي هنعمل كونكت بينهم على اساس ما تبقاش في عناصر متكررة في الاثنين. ده السكيلز بتبدأ تنزل، وهنا عندي العناصر بتاعت الجي بي اس والجي اي اس والكاد والبيم، وكل الحاجات دي بتبدأ تتكامل مع بعض. بعد ما بنعمل السيرفينج وبنعمل الدروينج بنبدأ نربطهم كلهم مع بعض بحيث يحصل بينهم انتجريشن. العناصر المشاريع هي بيبقى في حاجات خاصة بالاف ام سيستم، اللي هو إدارة المبنى، الفاسيلتي مانجمنت، ده سكيورتي، سي ام ام اس، لايف سيفتي، السبيس، الريكورد دوكمنت. كل الحاجات دي بنبدأ ندخلها في البيم ونربطها بالجي اي اس. فانا عندي في انتجريشن بين البيم والجي اي اس، الابلكيشن بلجن عندي في سيت مانجمنت، او عندي الانرجي مانجر، الكلاينت، ديسكتوب 3 دي فيور، البيم فيور، الويب كلاينت، السيرفرات اللي موجوده، الدي بي ام اس، الداتا اللي موجوده. البيم هنحاول مثلا لايف سي على اساس ان هو يتقري مثلا في السيتي جي ام ال، او يتقري في برامج الجي اي اس. ويبقى عندنا بلاتفورم معينة هنقدر نجمع فيها الحاجات، ممكن حتى ده يبقى برنامج وده برنامج، وفي برنامج بس فيور بيربط الاتنين مع بعض، ممكن يبقى ويب براوزر. الكلاود ديفلوبمنت 3 دي جي اي اس والبيم فيور و3 دي جي اي اس اند بيم، بنبدأ نربطهم مع بعض، ناخد المعلومة من هنا وناخد المعلومة من هنا ونحطهم هما الاتنين في مكان واحد. تمام، بحيث ان انت من بعيد شايف المدينة كلها، وبعد كده لما تقرب تشوف البيت، وبعد كده تقدر تدخل جوه البيت وتشوف تشوف حاجات حلوة إن شاء الله. يعني تلاقي البيت منظم ونضيف إن شاء الله. البيم داتا اللي هو الـ IFC فيجواليزيشن أهوت، ونقدر ندخل كل المعلومات اللي إحنا محتاجينها.
الجي اس طبعا من سنة 1968، البيم من 1992. تمام، هو كان فيه نظريات من 62 بس نقدر نقول ان استخدام الرسمي، بس هو في سنة 82 ناس عملت بيم. كان بدأ ظهور الاركيكاد او بداية الشغل على الاركيكاد، يعني في صور او فيديوهات بتوضح ان سنة 82 كان في ناس شغالة على برامج للبيم جرافي سوفت. وبعد كده الريفت اشتروه اوتو ديسك سنة 2002، بس هو من قبل كده ليفل اوف ديتيل الداتابيس. في تطور بين الاثنين وبدأوا الاثنين يبقوا مرتبطين مع بعض، في انتجريشن بينهم من سنة 2008. في الاربن ايمرجنسي ريسبونس بدأ يرتبط بالبيم، ودلوقتي تقريبا المشاكل اللي كانت بتحصل اتحلت. يعني كان في بعض المشاكل في الأول لأن هما الاتنين بيتكلموا لغات مختلفة، دلوقتي أصبحت المشاكل شبه محلولة. السيتي جي ميل ده امتداد بتقدر تحط فيه كل المعلومات اللي أنت محتاجها، تقدر تصدرها من أي برنامج لبرنامج آخر. هو شغال بالأيزو بحيث إن فيه ستاندرد تشتغل عليه. البيم والإنفرا والجي إس مرتبطين ببعض بشكل واضح، اهوت ان هو بنبدا نصمم ونبدا نحط التطوير وبعد كده نبدا نعمل انتجريشن وتطوير بينهم. هنا بيبدا ينزل الموقع يعمل سيرفي ويبدا ياخد المعلومات بتاعت الموقع ويبدا يديها للفيديو. لايف سي ده صيغه مرتبطه لتبادل المعلومات بين البرامج المختلفه، هتقدر تحط كل المعلومات زي ما انت عايز. الاوت دور ال LOD 0، مفيش في البيم حاجة اسمها ال LOD 0. هنا في جي اس عندي الترين داتا وال دي ام بالشكل دوت. ال LOD 1 او 100 مثلا، هنبدأ نحط المعلومات الأساسية كفكرة من غير مقاسات. هنا بنبدأ بقى نحط برضه بعض المعلومات الأساسية جنريك بروبوزال بروبرتيز. ال LOD 2 او 200 هنحط بقى خلاص الحاجة بالمقاس بتاعها، هنحط مثلا العناصر المعينة، هنبدأ نحط بقى الكهروميكانيكال المكن وهكذا. هنا برضو بيبقى فيه سيمبل روم استراكشر جديد 3، كل مرة بتبدأ تحط بعض المعلومات الإضافية للمشروع، وبيبقى عندي ترتيب للداتا بتاعتي في المشروع وتطور الموديل. يعني هو نفس الموديل، ما ينفعش إن أنا في المشروع هنا كان حاجة وبعد كده ألغيه وأحط حاجة تانية. البيم داتا وجي اي اس داتا بيبقى بينهم انتجريشن بحيث إن المعلومات تتبادل بينهم وهما الاتنين يكونوا موجودين في نفس البلاتفورم. البيم داتا السيرفي داتا وهكذا. البيم داتا طبعا العصر اللي هي فوق المبنى، في حاجات كتيرة جدا تحت بتبقى موجودة، نقدر نربط بينهم او نحط خطة معينة للربط بينهم او هيبقوا شغالين مع بعض ازاي. ده انتجريشن بالداتا مع 3D جايز. انتجريتد اربن موديل، كل طبقة من الطبقات موجودة فيها. فيرجوال انفايرمنت، اللايت، الاير فلو، الاتفاك، الكوست، السولار، الامرجنسي. فبيبقى عندنا إدارة لكل حاجة موجودة في المشروع. دي أنظمة بتاعت الـ sustainability زي البريم البريطاني، الليد الأمريكي، دي جي إن بي الألماني، الاستدامة اللي موجود في الإمارات، جي سي اس اللي موجود في قطر، الهرم الأخضر، جرين بيراميدز اللي موجود في مصر. دي مثلا بعض البرامج اللي بتخليني اعمل تحليل للمدينة كلها، سواء مثلا حرارة، سواء الرياح هتبقى عاملة ازاي وهكذا، الشمس هتبقى عاملة ازاي. ده برنامج اسمه IES من برامج بوي في الموضوع ده، Energy Analysis، الاير فلو. كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة ان شاء الله شرح مفصل في
بيم اريبيا على اليوتيوب. فعندنا دلوقتي تحدي ان عندنا افضل سيستم، ففي بعض الشركات زي بيلدينج سمارت دي غير هادفه للربح، مكونه من الشركات اللي شغاله في مجال البيم، بتحاول تحط حاجه مشتركه بينهم بحيث يبقى التبادل المعلومات بينهم سهل. الايزو، الاو جي سي، اوبن فيو سوبيتل، الكونسورتيم، برضو دي من الحاجات اللي بتحط اكواد تسهل تبادل المعلومات. فانا عندي دورة حياة المشروع، بيبقى عندي حاجة درافت وبنبدأ نطور فيها، وبعد كده بلاننج، وبعد كده اكسكيوشن تنفيذ، وبعد كده مانجمنت، وبعد كده ريبيلدينج. كل واحدة من دول بيبقى عندي إدارة في المشروع. الجزء ده الحاجات اللي هي الخاصة بالبيم، بيبقى فيه استادي لأكتر من بديل نبدأ ندرسهم. وبعد كده في مرحلة البلاننج بقى عندي بيزنس كوردينيشن، عندي في مرحلة التنفيذ بنبدأ نحط الكونستراكشن ريسك سيموليشن. الجزء اللي بره ده الخاص بالـ GIS، بيبقى فيه داتا كوليكشن، بنقدر نجمع الداتا من الموقع. ومن بعد كده بندخل في مرحلة تانية البروتكت ريسورسز والانفيرمنتال امباكت اسسمنت. كل مرحلة من المراحل بيبقى فيه شغل في البيم وفي في الـ GIS، بحيث ان احنا نقدر نطلع بتعظيم للفايدة، ان هما الاتنين بيتبادلوا المعلومات، بناخد الفايدة من الاتنين. فالإيربان، الديتيل، الكونستراكشن، مينتيننس، كل مرحلة من المراحل ديت بنبدأ نشتغل عليها سواء بيم أو جي أي إس أو نتبادل معاهم بعض. الاستخدام لاند يوز بلان زونينج، بنبدأ نقسم المكان لزونينج، والفيلا واحد، فيلا اتنين، فيلا تلاتة، كل دول بتعملوا بيم، وبعد كده نبدأ نربطهم في البرنامج. ده إكزامبل، بنبدأ نشوف المكان الأول ونجمع عنه المعلومات، وبعد كده نبدأ نشوف التقسيمة تبقى عاملة إزاي. ده ذا إيربان ووتر سايكل. المية لازم عارفين أماكن المية هتبقى موجودة فين، ونبدأ نحدد الاستخدامات بتاعتها تبقى عاملة إزاي، وهنقدر ننضفها إزاي، وهنقدر نوصلها للناس إزاي. دي مدينة مصدر، دي نت زيرو سيتي، يعني ما بتحتاجش طاقة من بره. التصميم بتاعها فوستر وشركائه اللي احنا مش عارفين هما مين، بس هو المشهور يعني اللي فيهم. بابليك سيفتي، الووتر، السولار، كل الحاجات دي لازم، ما نحتاجش حاجة من بره، نستغل كل الاستخدامات أو كل الطاقة اللي موجودة الطبيعية. فالإنرجي في توفير لي الطاقة، في الووتر، في النقل. من ضمن حاجات ان انت ما ينفعش تمشي بعربيه بتطلع دخان، لا لازم عربيه نقدر نقول بالكهرباء او الطاقه الشمسيه. في امثله طبعا، مدينه مصدر مهمه جدا في الطاقه، مدينه لندن، الووتر، في ويسترن ستيس وفي تشاينا، عندهم استخدام لميه الصرف، ازاي يقدر يحول الميه صرف للشرب. في النقل، مكسيكو سيتي مثلا وصينا والهند، دي تجارب كويسة جدا في موضوع البيم. في مرحلة البري ديزاين بنبدأ نعمل انتجريشن، بحيث ان احنا نقدر، احنا لسه ما صممناش بس نجهز المعلومات، ونقدر ناخد المعلومات من جي اي اس للمكان. مرحلة الكونسبت بنبدأ نحط الكونسبت بتاعنا، مرحلة الديزاين نبدأ نطور، مرحلة الكونستراكشن بنبدأ نعد الفابريكيشن بحيث ان الحاجة تيجي من المصنع تتركب على طول. في مرحلة الأوبريشن بيستفاد جدا جدا من المعلومات الخاصة بالبيم والجي آر إس. دي بعض الأشكال، كل ده حاجات من البيم. ده اللي الطريقة التقليدية لتبادل المعلومات، إن أنت تدي معلومة لحد وممكن تنسى تدي لحد، أو تبعت لحد معلومة مش محتاجها. في البيم لا، تبقى في معلومة موجودة وكل الأقسام بتاخد أو تتبادل المعلومات. في موديل واحد تقدر تاخد المعلومة اللي انت عايزها. ده الـ OGS، حط بعض القواعد على أساس تبادل المعلومات. في طبعا الستاندرد اللي شغل البيم، وفي ستاندرد اللي جي اي اس، وطبعا الاتنين بيحترموا بعض. يعني ده بيبقى عارف ان انا عشان تبادل المعلومات مع البيم لازم امشي على قواعد معينة،
والتاني برضه نفس الفكرة، ففي تبادل دلوقتي. فبنقدر نستفاد كمالك وكمخطط من التبادل بين البيم والجي اي اس، ونقدر ننقل المعلومات من مرحلة لمرحلة بدون ما نفقد أي حاجة منها. بس في محاضرة عن الفاسيلتي مانجمنت مخصصة كنت شرحتها امبارح على قناة بيم عربي برضه لو حد عايز يستفاد منها. طبعا بريطانيا مهتمية بالموضوع دوت، هي وأمريكا، ففي كتب أو أكواد موجودة تقدر تحملها وتقدر تتوسع فيها إن شاء الله. وإحنا برضو بما إننا شغالين إن إحنا نعمل أكواد للي عايز يستفاد منها. فالبيم بيبقى بيقدر يفعل الكونستراكشن اندستري، ويبدأ يحل بعض المشاكل اللي كانت عند الجي اي اس، ويتبادل مع المعلومات ويدخل لتفاصيل ما كانش بيدخل لها الجي اي اس. وفي أنظمة كبيرة جدا زي الـ IFC زي الـ IDM يبدأ تبادل المعلومات. أنت تطلب معلومة تجيلك على طول على صيغة تقدر تدفعها. الـ Building Smart زي ما قلنا إن دي منظمة عاملاها الشركات اللي مهتمة بالـ BIM، فبيحاول يديك أكبر قيمة تبادل بين الحاجات بحيث إن مفيش معلومة تضيع، يبقى في تبادل معلومات بين الأقسام المختلفة وبين البرامج المختلفة. ده الحاجة هي بسيطة، الغرفة هي وبعد كده بنحط مثلا فيها الفتحات، وبعد كده بنبدأ ندخل في تفاصيل أكتر لحد ما يبقى كل التفاصيل اللي أنت محتاجها في المشروع موجودة عندك تقدر تستفاد منها. الكوبي كونستراكشن أوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج دي صيغة زي ملف اكسل كده بنبدأ نحط فيه كل المعلومات. الأول كنا بنحطها مانوال فكان بياخد شهور، إنما دلوقتي أصبح بتضغط ضغطة زر على زرار البيم بعد ما تكون دخلت كل المعلومات فتطلع لك الملف الإكسل اللي جاهز، ما بياخدش أكتر من دقيقة. فده وفر لنا كتير جدا. وده الـ IFC بنقسم بيه المشروع، بيبقى عبارة عن ملف زي ملف البورد أو ملف الـ HTML، مش مفهوم لما تيجي تحاول تقراه، بس لو ركزت فيه هتلاقي إن هو شفرة عاملة زي الـ HTML. و CSI فورمات برضه من ضمن الحاجات اللي تقدر تبادل بيها المعلومات وتتعامل معاها مع برامج البيت. اللي عندنا الشيرت تبادل معاها بين الإنشائي والمعماري وكل الأقسام. هتلاقي هنا المخطط المدينة، وهتلاقي كل مربع سكني او كل مبنى هتلاقي فيه تفصيلة بتاعته في البيم هتبقى عاملة ازاي. ده مرحلة الكونستراكشن، دي بعض الحاجات اللي انا كنت بشتغل فيها. ده شغل حقيقي لينا. اندر جراوند يوتيليتي الخدمات اللي هي تحت الارض، ده بلان فيو. بعد كده 3 دي فيو، ده المحابس فالف بوكس. تمام، كل حاجة بتبقى ماشية على مستوى معين. في بعض الأكواد اللي احنا شغالين عليها هنا زي مثلا هنا مثلا في حاجة اسمها أريدو اللي هو اتصالات، المفروض يبقى على ارتفاع معين بعيد عن المية وبعيد عن الخدمات التانية، فكل الحاجات دي التزمنا بيها بحيث إن احنا نعمل حاجة كويسة. برضو تصميم البريدج تقدر تستخدمه في البيم والجي أي إس بحيث إن تعمل تفاصيل بتاعتها بالشكل ده. فالبيم سكوب بيبقى فيه بي سكيل انرجينج سي ار اس بحيث ان انت تتبادل المعلومات بشكل كويس مع الجايس، بحيث ان عندنا معروف ان العنصر ده ما ينفعش موجود في الاثنين. يعني في حاجات تنفع تعمل في البيم والجي اس هنحدث في المشروع دوت اذا كنا نعملها هنا او هنعملها هنا، وبعد كده يتقابلوا في بلاتفورم معين. الستوك هولدر والرولز بيبقى معروف كل واحد المسؤوليات وايه الحاجات اللي مطلوبه منه. تمام، خلي بالك هنا انتجريتد موديل لازم يبقى عارف ايه الحاجه اللي انت هتركز عليها. وتقريبا كل البرامج دلوقتي اللي شغاله في الجي اي اس بتتبادل معلومات مع البيم، وفي عندي صيغه اسمها سيتي جيميل تقدر تاخد المعلومات واقدر استفاد منها. Real Time Design and Modeling دي صيغة ال CTGML، بنبدأ نقسم كل حاجة، الرو مثلا هيبقى جواها ايه، الرود هيبقى جواها ايه، العناصر الموجودة بحيث انها تكون منظمة من فوق. فبتدي تنظيم للشغل و
تبادل المعلومات بشكل قوي. فمهم جدا ان احنا نعرف ازاي نربط بين الاثنين، بالذات لو احنا شغالين مثلا في مدينة وشغالين في مترو او شغالين في ريل مثلا، الحاجات ديت نعرف ازاي نتبادل المعلومات. اتمنى تكون المحاضرة مفيدة. انا اضطريت ان انا اجري فيها اساس ما نطولش فيها، لان هي المفروض تقعد 5 ساعات، فحاولنا قدر الامكان نختصر الوقت اساس الناس ما تملش. وجزاكم الله خيرا.